ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم ان جورجيا واحده من الدول اللي بتهتم جدا بحياه المواطن، وهنعرف النهارده بيهتموا بحياه المواطن ازاي. اول حاجه اللي هي بتوفر لهم سبل الراحه في كل مكان هنا في الشوارع، اذا كانت الحدائق العامه اللي موجوده كلها فري، كمان سبل الراحه في الخدمات الحكوميه، في المواصلات، في كل حته هنا في البلد موجود راحه للمواطن. في الشوارع عندهم العاب لكل الاطفال موجودة، يقدروا اللي هم ينزلوا يلعبوا تحت البيت وكله ببلاش. في كل منطقة بتلاقي مثلا ملعبين كورة، ده برضو ببلاش للناس. بتلاقي كمان اللي هي أجهزة الجيم، الناس تقدر اللي هي تتمرن تحت بيتها، وكل ده مجاني. موضوع الطبيعة هنا هتشوفها في كل حتة، هتشوفها من شباك اوضتك، هتشوفها من باب البلكونة، هتطلع من اي حتة هنا هتلاقي طبيعة. هتلاقي الحكومة هنا مهتمية جدا بموضوع الزرع والاشجار والوانهم، وكل دي حاجات كويسة الحكومة حطاها عشان الشعب يحس براحة نفسية. شوارع هنا مراقبة كلها بالكاميرات، اشارات المرور حديثة جدا، المواطن هنا عارف اللي هو لو عمل مخالفة بالعربية بتاعته هيتحاسب في ساعتها. فكل واحد هنا بيمشي صح، بيخافوا اللي هم يدفعوا غرامة لان الغرامات هنا كبيرة. الشوارع مهيئة رصفان للناس اللي عايزة تمشي عليها، حارات خاصة بالباص والميني باص، حارات خاصة بالعجل. الدولة حاطة اهتمام كبير بالنسبة للطفل في الحضانة، في المدارس، التعليم ببلاش ليهم، موفر لهم كروت لحد 16 سنة اللي هم يركبوا الباصات فري، دعم من الحكومة دايما للطفل. فليهم دور كبير في حياة الطفل، عشان عارفين الطفل اللي هو مستقبل الدولة بعد كده، فحاطين كل اهتمامهم الصراحة بالنسبة للطفل. اتكلم كمان على الانترنت هنا في جورجيا. الانترنت يعني من اسرع دول العالم، جورجيا في الانترنت. الانترنت رخيص جدا، تقدر ان انت تنجز حاجات كتير جدا من خلال الانترنت. وهنا هم بيعرفوا يستخدموا الانترنت بطريقة صحيحة، غير بالطرق السلبية اللي احنا متعودين عليها. اكتر حاجة برضو هنا بتلفت انتباهي اللي هو لما بتحصل مثلا حادثة، او تحصل اتنين يخبطوا بعض، ما ينزلوش يتخانقوا ويزعقوا لبعض، لا خالص، البوليس بيجي يعمل المحضر، شركة التأمين بتيجي تشوف الحادثة عاملة ازاي، وخلاص والموضوع بينتهي بكل احترام. فيش بقى ينزلوا يمسكوا في بعض والكلام ده كله مش موجود هنا. ومن الحاجات كمان اللي الحكومة بتعملها اللي هي بتجدد في البيوت القديمة، او موضوع الترميم اللي بيدخلوا مثلا على المناطق القديمة. بعض المناطق هنا ممنوع اللي هم يهدوا ويبنوا ابراج وكده، فبيرمموا عشان ما يغيروش كتير في معالم المدينه بتاعتهم. عملت فيديو كمان واتكلمت عن التكنولوجيا اللي موجوده في الشارع، هيطلع لكم اللينك بتاع الفيديو، ممكن تدخلوا تتفرجوا عليه. الحكومه هنا في اخر فتره 3 سنين وهي مهتميه جدا بالتكنولوجيا الحديثه في الشوارع، في الباصات، في كل حته موجوده في البلد، وده مخلي جورجيا اخده تصنيف عالي من حيث اللي هي دوله متقدمه واللي هي بتنظر دايما للاحسن. لو تلاحظوا المكان اللي انا قاعد فيه، المكان نضيف، محدش بيرمي ورق على الارض، كل يوم الشوارع الصبح بتتكنس بتتنضف، ممنوع حد يرمي ورق على الارض، لو رميت ورقه او سيجاره دي عليها مخالفه. فالمواطنين هنا بيحافظوا على نظافه البلد، وكمان الحكومه هنا مساعداهم اللي هم يحافظوا على نظافه المكان اللي هم قاعدين فيه، لان الناس بتصحى الصبح تروح شغلها بتلاقي الشوارع نضيفه، فغصبا عنهم محدش هيجرؤ اللي هو يرمي حاجة على الأرض. كمان من الراحة اللي الحكومة موفراها هنا للشعب، ان زي ما انتوا شايفين احنا قاعدين في حديقة هنا، موجود ترابيزة بكراسي، قاعدين اخدين راحتنا، مش شرط كل ما ننزل لازم نقعد في كافيه او نقعد في مطعم وندفع كتير، لا احنا ننزل نتمشى لأي حديقة جنب البيت، نقعد ناخد قعدتنا، نقضي يومنا، جبنا اكل شرب، الكلام ده ما تكلفناش حاجة، قعدنا. دي برضو من سبل الراحة اللي المواطن شايفها هنا في جورجيا. اللي اتكلمت عليه النهاردة ده جزء من اللي موجود في جورجيا، وان شاء الله هنكمل باقي المواضيع في راحة المواطن هنا في جورجيا، وازاي بيحس بالراحة من اتجاه الحكومة، وازاي الحكومة بتقدر توفر له كل سبل الراحة هنا في جورجيا. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك، ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.